لكن الحمد لله كان يعني ربنا بيكرم. هو الماتش اللي كان له تأثير إيجابي عليا من غير ما نعرف ماتش الأولمبي في هناك في الأولمبي ده اللي وداك ده منتخب مصر. الله ينور عليك. أيوة. أنا لعبت بقى مش في دماغي أنا مركز. فبعد ما الماتش خلص فوجئت إن الاتحاد بعت لي فاكس هنا إن أنا انضم اتحاد الكورة أول انضمام للمنتخب. بقيت سعيد جدا طبعا. وقلت فرصة يعني أنا ليه ما بقاش زي النجوم الكبار اللي هم في المنتخب؟ ليه ما اجتهدتش؟ ليه ما ركزتش؟ ليه 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 ليه؟ وبصراحة له فضل في التوعية دي كابتن حسين حويرة الله يمسيه بالخير. بقى يشجعني ويقول لي أنت أحسن، أنت زيك زي كذا وزي كذا وكذا وكذا. فالحمد لله ربنا كرمني وكانت بداية كويسة، بداية المنتخب يعني بفضل. كنتوا موجودين على طول في المنتخب كابتن بدير وكابتن سعد سليت، كنتوا على موجودين بصفه مستمره. كان موجود معاكم كابتن سطوحي، كابتن احمد شاكر، لكن كان في عدد كبير من منتخب مصر من المنصوره. شوف يا كابتن، انا قعدت في المنتخب 6 سنين متتاليه. عدد ماتشات الدوليه تحافظ على مكانك دايما. عدد ماتشات الدوليه تتخطى ال 50. حلو قوي. بمختلف المسابقات يعني بطوله افريقيا، تصفيات كاس عالم، امم افريقيا، اولمبياد موسكو، التصعيد والكلام ده كله. لا لا، عشت انا ايام كويسه، وده مش بفضل ربنا ولا بفضل زمايلي اللي كانوا موجودين معايا. في تعاون وفي حب. انا كان مصطفى يونس ده كنت انا وهو كده انتيم يعني في القصه كلها. تلعبوا جنب بعض؟ امال ايه. لا لا، وعشره وبتاع. وكابتن محمود الخطيب برضه كان معانا. لا كابتن محمود يعني انت دورك بس تكسبنا، واحنا سيبنا احنا نشيل من ورا. اول مباراه ليك كانت امام منتخب اثيوبيا. بالظبط. كابتن خطيب قال لك ايه وانت نزل الملعب؟ ده كان اول ماتش لي. اول ماتش دولي طبعا. حضرتك عارف ولاعب ولعبت وجربت طبعا. ليها رهبه. اول ماتش يبقى فيه رهبه وخوف شويه وعايز تبقى كويس. بالظبط بالظبط. انا فوجئت بعد التسخين لقيت كابتن محمود الخطيب الله يديله الصحه، ومن خلال برنامجك بندعي له ان شاء الله بالصحه والعافيه. ربنا يخليك. فلقيته خدني كان كده وقال لي بقول لك ايه، انت اول مره تخوض التجربه، عاوزك تبقى هادي واعتبرها تقسيمه قويه بين بيديك الثقه يعني. اداني الثقه ونزع مني فعلا حته الرهبه والخوف من البدايه. قال لي ده بدايتك، يا اما تعيش فيها يا اما يبقى في ملاحظات. قلت له ان شاء الله وعد ان انا ابقى كويس واشتغل. وفعلا الحمد لله ربنا وفقني من اول خطوه. ويوميا كسبنا 3. وهو كابتن محمود هو الخطيب هو اللي جاب 3 جوان. وانتوا في المنتخب كنتوا بتعسكروا في اتحاد الكوره، وكان دور اللي فوق في اتحاد الكوره، وكان الغدا كنتوا بتغدوا في النادي الاهلي جنب اتحاد الكوره. بالظبط. صح كده؟ بالظبط صح. لا لا، احنا كنا كلاعبين اقاليم. كنا في غرف في الاتحاد في الدور الثاني. ايوه. اللي هي حاليا دلوقتي غرف الاداريين والحسابات والكلام ده كله. عملوها اداره دلوقتي. عملوها كاداره. ده برضو كانت فيها شبه اقامه كده، سراير وبتاع يعني اقامه متواضعه يعني. بقى كنا احنا كان بتوع الاقاليم بنبات فيه ونتمرن في النادي الاهلي. ايوه. والغداء والعشاء والفطار في النادي الاهلي. ده كانت الايام ده بس الاقاليم. لكن بتوع ابناء القاهره اللي هم اهله وزمالك بتاع بيخلص تمرينه معسكر مفتوح. بالنسبه لهم يعني. الجيل المنتخب وقتها برضه الاسماء انت قلت لي دلوقتي كابتن مصطفى عبده. ما ينفعش اعدي الحلقه. لا لا لا، ما تحكيناش على كابتن مصطفى عبده. كان دايما دمه خفيف في المعسكرات والمواقف. لا لا، مصطفى ده حاجه ثانيه. ده الفاكهه بتاعتنا ده، ربنا يديله الصحه. لا لا، هو كان مصطفى الروح الحلوه الجميله اللي هو فيها شيء من التواضع والمرح والاخلاص يعني. يعني مش كان لعيب كبير كابتن مصطفى طبعا. امال ايه.